تتسع رقعة التظاهرات التي ينظمها محاضرون عراقيون أمضوا سنوات في العمل بدون رواتب في مدن عديدة وسط وجنوب البلاد للمطالبة بتوظيفهم بشكل رسمي وسط مخاوف من خروج الاحتجاجات عن السيطرة. ويعمل الآلاف من المحاضرين في المدارس العراقية بالمجان في ظل وعود حكومية بتثبيتهم كموظفين على الملاك الدائم من خلال تخصيص أموال في الموازنة المالية للبلاد، لتتصاعد حدة الغضب لديهم عقب إقرار موازنة عام 2021 الأربعاء الماضي، إذ تبين عدم تخصيص أي أموال لهم ما دفعهم إلى التظاهر للمطالبة بحقوقهم. وعلى عادة الكتل السياسية التي تحاول إبعاد نفسها عن دائرة الفشل والتقصير، اتهم رئيس لجنة التربية النيابية قصي الياسري رئيس اللجنة المالية هيثم الجبوري بالإصرار على عدم إضافة فقرة تحويل المحاضرين إلى عقود، كما أنه قام بحذفها بعد عودته من إجازته المرضية لتبقى بصيغة اعتبار المحاضرين بصورة أجور يومية وليس عقود. وشهدت محافظات بغداد وذي قار وبابل والمثنى والقادسية وديالى والنجف وكربلاء احتشاد أعداد كبيرة من المحاضرين المجانيين الذين حاصروا مديريات التربية في المحافظات مطالبين بحقوقهم المالية وتعيينهم بعقود رسمية قبل أن يبدأ العشرات منهم اعتصامات مفتوحة شهدت نصب خيام أمام مباني المديريات. واتخذت السلطات في تلك المحافظات إجراءات أمنية، بينما أكد محافظ القادسية زهير الشعلان أن المحاضرين يمثلون قنبلة موقوتة محذرة من خروج الأمور عن السيطرة بسبب تصاعد الغضب وكثرة أعدادهم. ويؤكد المحاضرون أنهم يعملون بالمجان منذ سنوات وكانوا ينتظرون تنفيذ ما وعدوا به في الموازنة، لكن ذلك لم يحصل، ليطفح بهم الكيل اليوم ويصعدوا من حراكهم الرافض الاستمرار ما اعتبروه ظلما ومماطلة يعاملون بها منذ سنوات.